أسدل الستار على فعاليات جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة والتي شهدت مشاركة 42 روائيا يمثلون الشباب من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن مبادرات خالد بن حمد لدعم الشباب في المجال الثقافي. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته الكبيرة بما شهده سموه من تحدي كبير من قبل المشاركين مؤكدا ما عكسه ذلك لما يتمتعون به من مخزون أدبي وثقافي. وأعرب سموه عن فخره بالطاقات الشبابية البحرينية والخليجية التي شاركت في هذه الجائزة، فالجائزة خلقت أجواء من الحماس والإثارة والندية بين المشاركين وساهمت في تعزيز المواهب لكتابة الروايات في دول المنطقة، والذي بدوره يدفع لإيجاد جيل من الشباب قادر على مواصلة العطاء في هذا الجانب الأدبي. وأعرب سموه عن تهانيه للمشاركين الذين استطاعوا أن ينهوا كتابة رواية كاملة في 24 ساعة فقط، وأشاد سموه بالتنظيم المميز لهذه الجائزة وبدور اللجنة المنظمة واللجان العاملة لتهيئة الأجواء الملائمة للمشاركين لخوض هذا التحدي، مقدرا سموه التعاون الكبير من الرعاة والمساهمين لدعم إقامة هذه الجائزة، شاكرا سموه في الوقت ذاته جهود وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها المتميزة لفعاليات الجائزة. تواصلت فعاليات جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب عام 2018 في يومها الثاني، وواصل المشاركون وضع اللمسات الأخيرة على مشاركاتهم في المسابقة في الوقت المحدد ألا وهي 24 ساعة. هذه الفرصة أشوفها في جدا ناجحة وجدا متقدمة، لأن احنا اليوم قاعد أشوف المشاركات من دول الخليج العربي، وهناك نوع من الإقبال على هذه المشاركة. وطبعا مثل اللي يفوز في هذه المسابقة هي طبعا راح تطبع روايته، فهذا يعطي دافع أكثر. والله أنا مبسوط جدا من الشيء اللي قاعد أشوفه، لأنه للأمانة نحتاج هذا النوع من المبادرات اللي يمكن الشباب اللي خلينا نقول عندهم صنعة، والصنعة هذه تحتاج أنك أنت يد بسيطة ترفعهم بطريقة احترافية، وهذا الشيء البسيط اللي يبحثون عنه. فكون أنه يلقون مكان مهيأ بهالاحترافية وبهالأجواء يعني يحتضنهم، فهذا باعتقادي حاجة يعني قدمت لهم كهدية. أي واحد راح يتعدى هذا التحدي وراح يكون له شأن كبير بالمستقبل، لأنه هو الحين قاعد يسوي شيء وايد صعب حتى على الروائيين الكبار، فبمجرد ما ينجز المهمة اللي هو فيها الحين إن شاء الله راح يكون لهم شأن، وهذا دعم طيب منكم حق الشباب. شكرا للبحرين، شكرا لكم على هذا الاهتمام وهذا الكرم، شكرا على هذه الجائزة، شكرا لسمو الشيخ خالد، لأن هذا العطاء للشباب هو الذي يجعل في هذه الأرض ثمرات ستعطي أكلها ذات يوم بإذن الله خيرا طيبا على هذه الأرض الطيبة. شكرا لكم. التنظيم والاهتمام جدا لفت انتباهي، وكذلك وجود جائزة مثل هذه بدعم مثل سمو الشيخ خالد هذا شيء وايد كبير، ونشكره جدا على تبني لمواهب وطاقات الشباب. وتميزت المسابقة في هذه النسخة بالحضور البارز للكتاب والروائيين من مختلف دول الخليج العربي الشقيقة بالإضافة إلى البحرين، وأيضا وجود الاستوديو التفاعلي الذي نقل كافة لحظات المسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مباشرة عبر البث الحي على مدار يومين متواصلين طيلة فترة المسابقة. وشكلت الإضافة النوعية لهذه النسخة وجود نظام متطور للكتابة يستطيع من خلاله المشاركون معرفة عدد الكلمات التي أنجزوها وحفظها بشكل آلي. وعبر المشاركون عن بالغ شكرهم على تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لدعم هذا المحفل الثقافي المتميز. تقريبا يعني قاعدة أشارف على نهاية القصة، يعني هو في توتر اليوم أكثر من أمس، لأن أمس كان عندنا شعور أن في يوم ثاني ممكن أن احنا نكمل الرواية، بس اليوم هو اليوم الأخير يعني، وعدد الساعات المتبقية جدا قليلة،
وفصاير انه احنا مثلا في سباق مع الزمن مثل ما يقولون، ان احنا نحاول ننهي القصه باسرع وقت ممكن. في بدايه الامر احب اشكر الشيخ خالد بن حمد على المبادره الطيبه، واحب اشكر جريده الوطن برئاسه يوسف بن خليل بهذه المبادره اللي تحفز الشباب على انهم يكتبون، واحنا محتاجين فعلا مثل هاي المسابقات، لان نعرف الشباب في هالوقت ما عندهم اي وقت ان يكتبون، فعندهم في التلفونات 24 ساعه، فهاي وقت حلو ان ممكن يستفيدون فيه عشان يقدرون يكتبوا الروايات حق الشباب ويستفيدون منها. اللي لفت انتباهي في الجائزة أن عدد المشاركين جدا كبير، ما توقعت أن في هالكم من الشباب المهتمين ثقافيا في عالم الروايات والكتابة، فكان شيء جدا جميل أن نلتقي بهالعدد من الوجوه الشابة المهتمة في المجال الثقافي. في مجموعة مشاعر كذي متناقضة كلها تتجمع، لأن تكونين وجها لوجه ويا الكتابة، ف تسمعين شخصياتك بطريقة مختلفة بدون أي مقاطع، المكان مهيئ حق تسمعينهم، فتكتشفين واجد أشياء. أنت مثلا حاطة كاركتر وحاطة لها يعني خصائص معينة قبل لا تدخلين، بس عقب ما تدخلين الكاركتر تفرض عليك أشياء واجد أكثر تفاصيل ما كنتي تتوقعينها. هذا وتختتم المسابقة بعد مرور 24 ساعة على بداية أولى الحروف التي سطرها المشاركون لنيل لقب جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب لعام 2018.